أثابكم الله. يقول: هل الأذان الأول في صلاة الجمعة من السنة؟ نعم، الأذان الأول يوم الجمعة سنة من سنة الخلفاء الراشدين، لأن الذي أمر به هو الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، لما كثر الناس واشتغلوا بالبيع والشراء والزراعة احتاجوا إلى التنبيه إلى قرب وقت صلاة الجمعة لأجل أن يتهيأوا ويتركوا أشغالهم ويتهيأوا لصلاة الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وعثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين. فالأذان الأول سنة وأجمع المسلمون عليه من عهد عثمان إلى وقتنا هذا. نعم.